يقول في صلاة الجماعة ألاحظ بعض المصلين يكثر الحركة، سواء كان أمامي أو كان بجانبي، مما يجعلني أغمض عيني أثناء الصلاة لأني أتضايق من ذلك. فما هو العمل جزاكم الله خيرا، وهل تعتبر صلاتي صحيحة؟ الحركة في الصلاة لا تجوز إلا لحاجة، وبشرط أن تكون حركات يسيرة بقدر الحاجة. أما الحركة من باب العبث وكثرة الحركة في الصلاة من غير حاجة فهذا لا يجوز، بل قد يبطل الصلاة إذا كثر وتوالى ولم يكن لحاجة، لأن المطلوب في الصلاة الخشوع. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو خضوع القلب ويتبعه سكون الجوارح وعدم الحركة. ولما رأى بعض السلف رجلا يكثر الحركة في صلاته قال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. ويروى ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الحركة في الصلاة لا تجوز إلا لحاجة، أما من غير حاجة فإنها تدل على عدم الخشوع، وقد تبطل الصلاة إذا كثرت وتوالت وكانت من غير حاجة كما نص على ذلك أهل العلم. وإن كانت حركات يسيرة وهي لغير حاجة فهي مكروهة وما يكره في الصلاة، أما إذا كانت حركات لأجل حاجة فلا بأس بها، هذه مباحة قدر الحاجة. وأما من رأى إنسان يكثر الحركة في صلاته فإغماض العينين ليس حلا للمشكلة، لكن عليه أن ينصحه، عليه أن ينصحه أن يبين له أن الحركة في الصلاة من غير حاجة لا تجوز، وهي إما محرمة وإما مكروهة. فالواجب النصيحة وتعليم الناس هذا الشيء، وهذا ناتج عن الجهل، لأن أكثر الناس يصلي بالتقليد ولا يتعلمون أحكام الصلاة. أكثر الناس لا يتعلمون أحكام الصلاة، فلا يعرفون شروطها وأركانها وواجباتها، ولا يعرفون ما يبطلها وما يكره فيها وما يحرم فيها من الأفعال والأقوال، لا يتعلمون أحكام صلاتهم. وهذا إهمال، إهمال من الناس وتقصير من العلماء ومن طلبة العلم. الواجب أن يتعلم الإنسان أحكام دينه وما لا يستقيم دينه إلا به. والواجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يفقهوا الناس وأن يعلموهم، ولا يتركوهم يعيشون في الجهل ويعيشون في تقليد من غير علم في عباداتهم، أن هذا خطر عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.